السلام عليكم. أعلنت قطر للطاقة عن فوز شركة كونوكو فيليبس الأمريكية بعقد الشريك الثالث والأخير في توسيعة القطاع الجنوبي من حقل الشمال، وهو جزء من أكبر مشروع للغاز المسال في العالم. وأوضح وزير الدولة لشؤون الطاقة القطرية الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريد الكعبي أن كونوكو فيليبس ستحصل على حصة تبلغ 6.25% من المشروع. وكانت قطر للطاقة أبرمت في وقت سابق اتفاقيتين مع شركتي شيل وتوتال للمشاركة في مشروع التوسعة، وبموجب الاتفاقيتين تحصل كل منهما على حصة تبلغ 9.3%. تستهدف قطر للطاقة من المشروع رفع طاقة إنتاج الغاز المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليونا بحلول عام 2027. من جهة أخرى، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة إن الشركة تجري محادثات مع الحكومة اللبنانية للاستحواذ على حصة 30% في منطقة استكشاف بحرية للغاز في لبنان. كما أعلن الجانب اللبناني، فقد قدمنا طلبا للتنقيب في هذه المنطقة بالشراكة مع توتال، ولا نزال في مرحلة مناقشة هذا الأمر مع الحكومة اللبنانية وشركتي توتال وإيني للمشاركة في الاستحواذ على حصة 30% من ملكية منطقة استكشاف بحرية، وعند اكتمال اللمسات النهائية وتوقيع الاتفاق سنعلن عنه. ونبقى في الشأن القطري، حيث تتميز نسخة كأس العالم 2022 بما يسمى بالاستدامة البيئية والسعي لتحقيق الحياد الكربوني. يتم تطبيق ذلك بالاستثمار في وسائل النقل العام التي تعتمد على الطاقة الكهربائية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. المزيد من التفاصيل في تقرير أحمد الجاسم. تعهدت قطر إثر فوزها بتنظيم كأس العالم بأن تنظم بطولة محايدة على صعيد انبعاثات الكربون، وهو تحد رصدت له استثمارات ضخمة على مستوى البنية التحتية ومختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع النقل المسؤول الأول خلال البطولة عن انبعاثات الكربون. قطر واحدة من أنظف دول العالم في الطاقة النظيفة، وهي ركيزة أساسية، فهذا ستيب أو خطوة نحو التقدم المذكور. بعد إن شاء الله كأس العالم، وإن شاء الله بنستضيفه بكل فخر واعتزاز ونجاح، إن شاء الله بتكون دولة قطر واحدة من أكبر دول العالم التي تستخدم النقل العام بطاقة نظيفة. تستهدف استراتيجية قطر لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التحول إلى استخدام المركبات الكهربائية من خلال تحويل أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية بنسبة 25% خلال المونديال. مستودع للحافلات الكهربائية هو الأكبر من نوعه في العالم، ما يعزز موقع قطر كرائدة في مجال النقل الجماعي للطاقة النظيفة، ولتصبح بذلك من أبرز الدول التي تمتلك نظاماً متكاملاً في الحافلات الكهربائية. يعد مستودع لوسيل فريداً من نوعه في الشرق الأوسط، إذ يحتوي على 11 ألف وحدة من الألواح الشمسية تولد 4 ميجاوات يومياً، ويضم المستودع 478 موقفاً للحافلات مجهزة ب 248 وحدة شحن كهربائية مصممة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
تم بناء مثل ما قلنا 4 محطات مستودعات دائمة و3 مؤقتة، ما يقارب أكثر من 700 محطة فرعية، شراء ما يقارب 3000 باص، وهذه كلها تخدم منظومة النقل الكهرباء النقل العام، وإن شاء الله يكون الإرث إن شاء الله يتم استخدامه إن شاء الله بأفضل كفاءة إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله. وكشف تقرير رسمي أن ملاعب كأس العالم في قطر شهدت تدوير 90% من المخلفات الناتجة عن بناء استاد الجنوب، و84% من المخلفات الناتجة عن بناء استاد أحمد بن علي، فيما بلغت نسبة المخلفات المعاد تدويرها في استاد 974 نحو 95%، وهو ما يؤكد التزام قطر بالمعايير البيئية من حيث انبعاثات الكربون وتدوير المخلفات واستخدام مواد صديقة للبيئة. أحمد الجاسم، الجزيرة، الدوحة. إلى مصر، حيث قال رئيس اتحاد المصارف ورئيس بنك مصر محمد الإتربي إن الجنيه يتحرك في السوق حاليا وفق العرض والطلب، وأضاف أنه خلال تعويم الجنيه في عام 2016 ارتفع سعر صرف الدولار إلى 20 جنيها قبل أن يتراجع إلى 15 جنيها و70 قرشا، وأشار إلى أن العملة المصرية استقرت أمام الدولار لمدة 5 سنوات. وكان البنك المركزي المصري أعلن يوم الخميس الماضي أنه سيعتمد سعر صرف مرنا للجنيه مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي وهو تحقيق استقرار في الأسعار. وفي أول أيام تداولات الأسبوع شهد الجنيه تذبذبا واضحا حول المستويات التي كان قد هبط عندها يوم قرار التعويم، أي عند 23 جنيها و10 قروش، ولكن بعد ذلك في منتصف الجلسة زادت حدة التذبذب ولكن نحو الانخفاض، لكنه أيضا شهد بعض ارتفاعات وصل فيها إلى حدود 22 جنيها أمام الدولار، ما لبث أن هبط بعد ذلك، الآن يفقد 70 قرشا، وخلال التداولات كما ذكرنا خسر جنيها كاملا عن مستويات يوم الخميس الفائت عند قرار التعويم. نبقى فيما يتعلق بالسياسات النقدية، ولكن هذه المرة في تونس، حيث أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي أن بلاده ستبدأ قريبا في تنفيذ إصلاحات اقتصادية صعبة أرجئت لسنوات. وأضاف العباسي أن السلطات النقدية تحاول المحافظة على استقرار قيمة الدينار لتكون هناك رؤية واضحة للمستثمرين. هذا وتوصلت تونس في وقت سابق من الشهر الجاري إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1,900,000,000 دولار، ويحتاج الاتفاق النهائي إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق لدى اجتماعه في كانون الأول ديسمبر المقبل. في المقابل حذر الاتحاد العام للشغل مما وصفه بانفجار اجتماعي إذا نفذت الحكومة إصلاحات اقتصادية صعبة. افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في البلاد باسم العلامة التجارية توغ. يأتي افتتاح المصنع بعد 2 عامين من بدء بنائه وإنتاج أول سيارة كهربائية محليا. من المقرر أن يبلغ الإنتاج السنوي للمصنع 100,000 سيارة عند وصوله للطاقة الإنتاجية الكاملة. ومن المقرر الإعلان عن سعر السيارة في شباط فبراير المقبل على أن تبدأ المبيعات بنهاية الربع الثالث من العام ذاته. وأسهم الهبوط الأخير في سعر صرف الليرة بتعزيز صادرات تركيا، إذ تصنف مركزا لتصنيع وتصدير السيارات إلى أوروبا، وتوجد فيها مصانع للشركات مثل فورد ومرسيدس وتويوتا. ضخ البنك المركزي الصيني سيولة نقدية في النظام المصرفي خلال الأسبوع الماضي بقيمة 840 مليار يوان، أي ما يعادل 116 مليار دولار. وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذا الإجراء التيسيري يهدف لتلبية الطلب المتزايد على تمويل مدفوعات الضرائب وتحسين المعنويات الاقتصادية عقب اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في وقت سابق من الشهر الجاري. والمبلغ هو ثاني أعلى مبلغ يضخه المركزي الصيني هذا العام، ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم مشكلة ضعف الطلب الداخلي ومخاطر سوق العقارات وسط توقعات بتراجع معدل النمو السنوي عن 5% حتى عام 2024.
إلى هنا أخبار الاقتصاد، في أمان الله.